بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبدأ المحاضرة بتاعتنا إن احنا هنكمل شابتر الإلكترو كيمستري. هنبدأ، احنا أخذنا آخر حاجة في المحاضرة اللي فاتت اللي هو نيرنست إيكويشن. نيرنست إيكويشن قال لك إن احنا بنحدد نحسب القوة الدافعة الكهربية لتيار المر في الخلية اعتمادا على تفاعلية الأكسدة والاختزال في نصفي الخلية. هنطبق كده المثال بتاعنا، بيقول لي A redox reaction for the oxidation of zinc by copper، يعني تفاعل كهرب كيميائي عن طريق أكسدة الزنك باستخدام أيون النحاس في خلية كهرب كيميائية، بحيث أن التركيز الابتدائي للنحاس 5 مولر والتركيز الابتدائي للزنك 5 ملي مولر. عايز يحسب السيل اي ام اف. هنا لما نيجي نقول هنا اول حاجه هنعملها هنشوف الايه تفاعلات نصف الخليه. تفاعلات نصف الخليه الاقي ان الزنك بيحصل له اوكسيديشن للزنك ايون زائد 2 الكترون، والكوبر ايون بيحصل له ريدكشن عن طريق اكتساب 2 الكترون يتحول الى كوبر اتوم. من الجهد القياسي لنصف الخلية، فاجي احسب الجهد القياسي للخلية الاقيه ان هو بيساوي 1.1 اللي هو اي نوت ريدكشن اوف اسود ماينس اي نوت ريدكشن اوف ال. هاجي احسب النمبر اوف الكترونز، النمبر اوف الكترونز او النمبر اوف مولز اوف الكترونز في التفاعلات بتاعتي، الاقي ان هي بتساوي 2 اللي هو والنمبر اوف الكترونز جنريتد ثرو اوكسيديشن ريأكشن لازم يساوي النمبر اوف الكترونز كونسيوم ثرو ريدكشن ريأكشن. لما نيجي نحسب الاي اللي هي ايكوال اي نوت ماينس 9.592 على ان لين كيو. الكيو هنا هي ايه؟ الكيو هو الزنك ايون على الكوبر ايون برودكت على الريأكشنز. هنا لان الزنك بيحصل له اوكسيديشن والكوبر بيحصل له ريدكشن، فالزنك هتبقى في النواتج والكوبر في المتفاعلات، فالكيو تساوي حصل ضرب النواتج على حصل ضرب المتفاعلات. بالتالي هحسب الاي اللي هي الاي نوت اوف ذا سيل ل 1.1 واطبق الكيو احسبها هتلاقي 1.16. نيجي ناخد مثال ثاني، بيقول لك كالكوليت فولتج فور ذا سيل الستانلس سيلفر سيل عن 25 درجه مئويه، وقال لي الانيشال ستانلس كونسنتريشن 15 ملي مولر والانيشال سيلفر كونسنتريشن 0.3 مولر. برضه لازم اكتب في اي مثال لازم اكتب الانوديك رياكشن والكاسيديك رياكشن او الاكسديشن رياكشن والريدكشن رياكشن. فهنا الستانلس اللي هو الانود دايما بيتكتب على اليسار والكاثود دايما بيتكتب على اليمين في السيل بتاعتي. يبقى الستانلس اهو بيديني اس ان دبل بوستي بيحصل له ريدكشن عن طريق الاي نوت بتاعته 14%، والسيلفر الاي نوت بتاعتها 8.5. المور بوزيتيف اذا كسول، المور بوزيتيف اذا كسول. ولذلك هنا التفاعل بتاعي تفاعلين اختزال، ولذلك معادله الاستانس لازم اعكسها. ليه؟ لان هنا ما بيحصلوش اختزال، ما بيحصلوش ريدكشن، لكن بيحصل اوكسيديشن، وبالتالي هعكسها الاقي الاستانس اتومز بتديني الاستانس ايون بلس 2 ايه 2 الكترون اللي زائد 14 مليون. السيلفر تاخد ال 2 الكترون وتحول الى سيلفر اتوم. لما يجي نشوف الاثنين نحسب الاي نوت اوف السيل. الاي نوت اوف السيل هنا الاقيها كام؟ الاقي هنا خلي بالك ان دي هيبقى الاي نوت ريدكشن اوف كاثود ماينس الاي نوت ريدكشن اوف انود. ماشي؟ وبالتالي هنا هتطلع لي اهيت 94% تيجي تجمعهم هنلاقي 94%، وبالتالي الكيو يبقى السمس ايون كونسنتريشن على السيلفر ايون كونسنتريشن الرياكشن كوتنج، واحسب الايه؟ احسبها هتلاقي ان هنا هيبقى سبونتينس رياكشن لان التفاعل هيتم وهيمر تيار في الخليه اللي هو 65% ايه من 100 فولت. نيجي نشوف مثال ثاني، عندي جلفانيك سيل. قال لي جلفانيك سيل از كونستراكتد ويز ستاندرد زنك ايون فابريك in one compartment and a hydrogen electrode in the second compartment. The temperature of hydrogen gas is 1 atmosphere and hydrogen atmosphere in the second compartment is unknown.
إذا غير معلوم تركيز أنول الهيدروجين. طيب the cell diagram is as follows: زنك يكون تركيز الزنك أيون واحد مولر، هيدروجين ومش معلوم تركيز أنول الهيدروجين اللي هو البي اتش يعني بتاع المحلول، والهيدروجين جاز واحد واحد اتموسفير مع على البلاتينم الكترون. قال لك هنا السؤال هنا what is the pH of the solution in the second compartment if the potential of the cell is، يبقى اداني ايه؟ اداني البوتنشال المرفق الخلية. لما اجي اكتب الاوفرول رياكشن of the cell بزنك بيحصل له اوكسيديشن، والهيدروجين بيحصل له ريدكشن بيحصل له ايفوليوشن على صوره ايه؟ H2 gas. وهنا نحسب هنا طبعا احنا عارفين ان الستاندرد الكتروب بوتنشال للهيدروجين صفر، الستاندرد الكتروب بوتنشال للزنك 76%، وبالتالي الانوت اوف ذا سيل هتبقى 76%. هنا قال لي ان التيار المر في الخليه 26% فولت، فانا بطبق نيرنست ايكويشن اللي هي اي والسيل تساوي انوت اوف ذا سيل ماينس 590,000 من 10,000 على ان لوج زنك ايون كونسنتريشن على الهيدروجين ايون كونسنتريشن في البريشر اوف هيدروجين. لما نيجي نقول هنا نطبق اعوض في المعادله عن الاي والسيل اللي هي ب 26% اللي هو التيار المر في الخليه بتساوي الاي نوت اوف سيل اللي انا حسبتها طلعت 76% اللي هي بتساوي الان اوف ذا سيل 2 الكترون، لان الزنك بيحصل له زنك ايون بلس 2 الكترون، هما اللي ايه بياخدهم 2 ايون من الهيدروجين عشان يطلع لي هيدروجين جاز ماينس 5,910,000 على 2 لان ب 2 هي لو زنك ايون كونسنتريشن 1 مولر من السيل، الهيدروجين بريشر 1 اتموسفير على تركيز ايون الهيدروجين اللي انا عاوزه. هلاقي هنا ان تركيز ايون الهيدروجين اللوج بتاعته هلاقي البي اتش كام؟ 8.5. تركيز ايون الهيدروجين هو قدامي واللي هو ايه؟ لوج اللي هو 8.46% كوماينس لوج الاتش ايون، البي اتش بتاعت ايه؟ بتاعت 8.5. بقى هاجي هنا في السلايد دي اربط العلاقه ما بين الكوليكتيم كونستنت كي للتفاعلات القهوة الكبيرة. قال لك انا عارف ايه؟ قال لك we now know that the change of concentration will change E of the cell، يعني كل ما غير التركيز بيتغير الفرق الجهد في الخلية. يبقى الـ E ايه بقى؟ الـ E is a measure of the equilibrium condition of a redox reaction. يبقى الـ E او التيار الجهد الخلية بيقيس ايه؟ بيقيس الوصول الى مرحلة الاتزان. ولذلك قال لك لازم احدد اول حاجه ايه؟ determine the direction of the reaction and its at non-standard conditions. at non-standard conditions لازم اعرف اتجاه مرور اتجاه سريان ايه؟ التفاعلات، واحسب جهد الخليه. بعد كده بحسب ثابت الاتزان للتفاعلات الكهروكيميائيه. منين؟ من الاي نوت اوف السيل. الاي نوت اوف السيل بتساوي 2.3 ار تي على ان اف لوج كي. ليه بقى عملنا كده؟ لان لو جينا طبقنا نيرنست ايكويشن الاي بتساوي اي نوت اوف ذا سيل ماينس 2.3 ار تي على ان اف لوج كي لوج 10 كيو، ولكن ات اكوليبريم الاي اوف ذا سيل ايكوال زيرو، وبالتالي هتبقى زيرو بتساوي الاي نوت اوف ذا سيل ماينس 2.3 ار تي على ان اف لوج كي. لما اودي هنا الاي نوت الجهه الاخرى يبقى ايه؟ الاي نوت اوف ذا سيل بتساوي 2.3 ار تي على ان اف لوج A لوج K. ولازم اتذكر ان at equilibrium ال E of the cell equal 0. يعني ايه equilibrium؟ يعني ثبات التركيز في نصفي ال A في نصفي الخلية. هنيجي نشوف العلاقة ما بين ال Q اللي هو reaction coefficient والدلتا G اللي هو free energy chain وال E electromotive force of the cell. لما يبقى التفاعل بتاعي سبونتينيوس، امتى يبقى سبونتينيوس؟ قلنا لما خدناها في الكيميكال اكوليبريم لما الكيو تبقى اقل من الكي. الكيو اقل من الكي هيبقى سبونتينيوس رياكشن في الفورورد دايركشن. سبونتينيوس رياكشن اللي هي الدلتا جي قلناها قبل كده بالماينس اللي هي الالكتروموتيف فورس الاي بالدول. ات اكوليبريم الاي ايكوال زيرو، دلتا جي ايكوال زيرو، الكيو بتساوي الكي. امتى بقى لو الكيو اكبر من الكي؟ احنا قايلينها في الاكوليبريم.
لما الكيو اكبر من تي هيمشي في الريفرس دايركشن او في الباكورد دايركشن ماشي، او التفاعل الامامي هيبقى نون سبونتينيوس، وبالتالي الدلتا جي بتاعت نون سبونتينيوس والدلتا جي بتاعت بايه؟ بالموجب، والاي بايه؟ بالسالب، اي اللي هيمر التيار فين؟ في الخلف ماشي، والتفاعل هيمشي في اتجاه الايه؟ العكس. تعالى نشوف مثال كده، بيقول لي كالكوليت الستاندرد سيل بوتنشال، احسب جهد الخليه، جهد قياس الخليه والستاندرد فري انرجي تشينج، يعني عايز الاي نوت سيل وعاوز الدلتا جي وعاوز الاكوليبريم كونستانت الكي فور ذا فولوينج رياكشن ات 25 ديجري سيلسيوس. كومنت اون ذا سبونتينيتي اوف ذا فورورد رياكشن اند ذا كومبوزيشن of an equilibrium mixture of reactants and products. يعني بيقول لك ايه؟ علق على ايه؟ على مدى تلقائيه التفاعل، ارتفاع الامامي هيحصل تلقائي. ثاني حاجه تركيب الخليط عند مرحله الاتزان. قال لك ايه بقى؟ قال لك هنا اداني تفاعل ادي الاوفرول رياكشن اوف سيل. قال لك 2 اي جي بلس اف اي بيديني 2 اي جي اتوم بلس في الراس اي. هنا من التفاعل هنا اللي انت شايفه اللي احنا شايفينه ان الفيروس اي الفيروس اتوم سوليد بيتحول الى فيروس اي، وده بيحصل له ايه؟ بيحصل له اوكسيديشن، بياخد 2 الكترون. لان هنا لما تيجي تشوف الاوكسيديشن نمبر للايرن الايرن هنا زيرو، على اليسار زيرو، على اليمين ايه؟ على اليمين 2، يبقى حصل له اوكسيديشن. طالما الاوكسيديشن نمبر زاد يحصل اوكسيديشن. تعالى نشوف السيلفر كده، كان هنا واحد على اليسار، اليمين ايه؟ زيرو، الاوكسيديشن نمبر قل، احنا قلناها قبل كده، الاوكسيديشن نمبر قل بيحصل له ريدكشن. لما نيجي نكتب الهاف رياكشن الاقي هنا الفرس الايرن قصدي الايرن اتحول الى فرس ايرن بلس 2 الكترون، والايونوت بتاعته ماينس 447 من 1000 فولت. طبعا احنا قلنا دي ايه؟ ريديوسينج بوتنشال او ريدكشن بوتنشال. الكاثود هو 2 اي جي، خدت ال 2 الكترون اللي جاي، ضرب المعادله كلها في 2، ال 2 الكترون اللي جايين من اكسده الحديد وادتني 2 اي جي. وهنا اهوت يبقى الاي نوت بتاعتها 799 يعني 8 من 10. لما نيجي نحسب الاي نوت اوف السيل، اي نوت اوف كاثود ماينس الاي نوت اوف انود، يطلع لي 1247 يبقى بلس بالموجب بالبوزيتيف يعني سبونتينس. تعالى هنا لما n equal 2، لان n equal 2 2 الكترون نشأوا في اوكسيديشن رياكشن و2 الكترون استهلكوا في الريدكشن رياكشن. الاي نوت اوف السيل اهيت تساوي الاي نوت، الاي نوت اوف ذا سيل بتساوي لوج ايه؟ كي، اللي هي هنا من هنا بقى يبقى الكي بتساوي ايه؟ 10 اس n في ايه؟ في الاي نوت اوف ذا سيل، يبقى الكي بتساوي 10 في 2 في الاي نوت احنا جبناها، يبقى الكي ليه قال كده الكي؟ ليه قال كي؟ قال لك لان الاي اوف ذا سيل ايكوال زيرو، الاي اوف ذا سيل ايكوال زيرو، لما تطبق في نفس الايكويشن الاي بتساوي الاي نوت ماينس 592 من 10000 على ان لوج كي، الاي نوت زيرو، قلنا ده هتبقى كده، وبالتالي الكي بتساوي ده هو الكي في الواحد. الدلتا جي بتساوي ماينس ان اف اي نوت اوف ذا سيل، الان قلنا بكام؟ الان قلنا ب 2، الاف بكام؟ 96500 كولوم ماشي؟ هو الايه في ال 1247 نلف الاي نوت ماشي، تطلع لي الايه الفري انرجي اتش. طبق انا هنا هنطبق كل اللي اخذناه في الالكتروكيمستري على الكوميرشال فورتكس اللي هي الخلايا الجلبانيه التجاريه اللي احنا بنستخدمها في حياتنا، البطاريه الشهيره او اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اللي هو ليد ستورج باتري، ليد اسيد ستورج باتري. الخليط البطاريه الرصاص دي اللي كلها في عربياتنا وكده، دي مصنوعه من دي مصنوعه من اول حاجه من البوست الكترود اللي هو ليد اكسيد الرصاص، والنيجاتيف الكترود من الرصاص، والالكتروليت اللي هو حمض الكبريتيت بتركيز 4.5 مولر كيل في الماء. البطاريه اللي احنا شايفينها الصوره اللي قدامك عندك دي كانها سخانيه قدامك اهوت، البي بي او 2 والبي بي ده البوست وده النيجاتيف. البطاريه اللي احنا بنشوفها في عربياتنا بتدي لها 12 فولت،
الـ12 فولت عبارة عن ست خلايا فيه، ست خلايا من البي بي او 2 مع البي بي. لما نيجي نشوف بقى تقييم الاكشنز في الشارج اللي احنا باخد منها التيار، تعال شوف هنا البي بي او 2 وهنا الايه البي بي. شوف هنا الالكترونات بتنشا فين، الالكترونات بتنشا فين، اللي بيحصل اكسده للرصاص، اكسده للرصاص بيتاكسد. لو انت شايف هنا الاحمر الالكترونات هي بتنشا على نصف خليه الرصاص وهي بتسري تروح لنصف الخليه الاخر اللي هو بتاع البي بي او 2. مين اللي بياخد الاثنين الالكترون؟ ادي جاي الاثنين الالكترون، مين اللي بياخدها؟ هل ياخدها البي بي؟ طبعا لا بوزيتيف. هل ياخدها الاوتو؟ ايوه يديني الاوتو، هياخدها الاوتو وهيديني ايه؟ بص الاقي هنا مع الهيدروجين هيديني ايه؟ هيديني 2 اتش 2 او، 2 اتش 2 او ماشي. هنا البي بي اللي نشأ هنا بيتحد مع ايه؟ احنا قلنا هنا الالكترود بتاعتي حمض كبريتيت بتركيز 4.5 مولر، يبقى الاس او 4 اللي هو بالاصفر ده هتاخد البي بي ايون اللي نشأ عن طريق اكسده الرصاص وديني البي بي اس او 4. هنا كذلك البي بي او 2 الاكسجين حصل له اختزال، الاكسجين حصل له اختزال، وبالتالي الايون الرصاص اللي جاي من اكسيد الرصاص او ثاني اكسيد الرصاص اتحد مع الاس او 4 في الالكترود بتاعي بتاع اللي هو بتاع اللي جاي من السلفوريك اسيد ويديني البي بي اس او 4. يبقى هنا الالكتروليت ايه؟ الالكتروليت يديني الاتش من حمض الكبريتيت بيتحد مع الاوتو اللي حصل له اختزال ويديني اتش 2 او، والاس او 4 اللي جاي من عمليه تحليل الديسوسيشن بتاع الاتش 2 اس او 4، الاس او 4 بيتحد مع ايون الرصاص ناتج عمليه الاكسده على قضيب الرصاص وبيديني البي بي اس او 4. هنا هاجي هنا هشوف التفاعلات ده تحديد، ولكن قال لي في نوت فوق كده يقول لي ليد تشينجز. تعال هنا بقى عشان واحد يقول لي طيب الرصاص اتغير من ال اي فين؟ في البي بي او 2، البي بي او 2 هنشوف هنا اتغير من ايه؟ اتغير من بلس 2 تو 0 اند بلس 4 اوكسيديشن ستيت، يبقى ايه؟ ثنائي يتحول لصفر يتحول الى رباعي. وين ليد ستورج باتري از تشارج ليد اولسو ريمينز ان ا سوليد فورم. طيب تعال نشوف الاول عند الانود، عند الانود ايه اللي حصل؟ قال لك البي بي لو تفاعل يتحول الى بي بي بلس بلس تو بلس بلس 2 الكترون، انت عملت اوكسيديشن. شوف الاثنين الالكترون دول جم فين بقى؟ يعني الاثنين الالكترون نزلوا عن طريق الخط الاحمر دهوت اهو، عملت ايه؟ عند الكاثود اللي حصل لهم ايه؟ حصل لهم اختزال. اختزال لمين؟ اختزال للاكسجين. اختزال لمين؟ للاكسجين. تعال هنا البي بي هنا رباعي ولا ايه؟ الاو ثنائي، وبالتالي 2 او يبقى 4 نيجاتيف، 4 نيجاتيف يبقى الرصاص هنا اف في بي بي او 2 رباعي، خد الاثنين الالكترون بقى ثنائي اهو قدامك اهو في رايت هاند سايد ماشي، ويطلع لي ايه؟ الاكسجين يتحد مع الهيدروجين ويديني ايه؟ الماء. فبالتالي هنا التفاعل الثاني ان البي بي ده هو زي ما قلنا البي بي اي الناتجه من عمليه اكسده الرصاص بتتحد مع الاس او 4 اللي جاي من حمض الكبريتيت تديني البي بي اس او 4. تمام كده؟ طيب السلفوريك اهو الالكتروليت اهو بيتحلل لاتش واس او 4، اتش واس او 4. الاتش اهي جاهيه ماشي اللي بتتحد مع الاكسجين تديني الميه، والتو الكترونز مع البي بي الرباعي وبكرر تاني الرباعي ماشي ويديني البي بي دبل بوز. نيجي بعد كده عند الاوفرول رياكشن بقى هنا، يبقى البي بي اللي جاي من هنا الدبل بوزيتيف تتحد مع الاس او 4 يديني البي بي اس او 4. الاوفرول رياكشن البي بي بلس بي بي او 2 بلس 2 اتش 2 اس او 4 يديني 2 بي بي اس او 4 زائد 2 اتش 2 او. هنا بذكر تاني ان في تفاعل الاكسده عند الانود الرصاص العنصر السوليد اتحول الى رصاص ايونات رصاص ثنائيه، عند الكاثود الرصاص هنا ايونات رصاص رباعيه في البي بي او 2. ليه؟ اجيبها منين؟ في تكافؤ رباعي، لان البي بي او 2 الاو ثنائي في 2 ب 4 يبقى عندك 4 سالب، يبقى لازم عندها 4 موجب عشان يبقى البي بي او 2 متعادل، يبقى البي بي رباعي هنا في البي بي او 2. حصل اختزال اكتسب الاثنين الكترون وتحول الى ايه؟ الى بي بي بلس بلس او 2 بلس
يعني ثنائي، يحصلوا عملية اختزال. الاوكسيديشن نمبر هنا كان رباعي في الليفت هاند سايد بقى ثنائي في الرايت هاند سايد. ماشي. وهنا الخلية بتاعتي على حسب قلنا ممكن تعملها على حسب بقى ما انت عايز. الخلية الواحدة بتنتج 2 فولت، ممكن تعملها 6 يبقى ب 12 فولت، ممكن تعملها 3 يبقى ب 6 فولت، ممكن تعملها 8 12 ب 24 فولت، ممكن وهكذا على حسب الباور اللي انت ايه اللي انت عاوزها. هنا هنيجي في السلايد دي، ادي بنوضح بس التفاعلات زي ما قلناها قبل كده، بس بنوضحها بالإينوت بتاعتها. البي بي او 2 السوليد هو الإينوت بتاعته 169 مليون. البي بي اس او 4 هي اللي بتكتسب فيها 2 الكترون يعني، وبتديني 35%. لما تجمع الاثنين يبقى 2.4%. ده الستاندرد، الستاندرد الكترود بوتنشال او الستاندرد سيل بوتنشال الإينوت. تيجي تحسب الفي بتاعتها، هتطبق هنا الكيو لوك كيو، هنطبق الكيو، وبالتالي هنا ايه هتلاحظ ان الفي نوت اللي هي الاي نوت يعني 2.4% من 10,000 على 2 لوج ايه لوج كيو. وهنشوف السلايد اللي جايه ازاي بقدر احسب. هنا اهو هنحسب بقى الفي بتساوي 2.4% اللي هي الفي نوت او الاي نوت السيل. الكيو الكيو هنا بقى بنكتب قلنا البرودكتس على الرياكتنس، الاقي البي بي اس او 4 برو سكوير لان 2 في الاتش 2 او على البي بي سوليد في البي بي او 2 او سوليد ماشي، في البي بي او 2 سوليد ماشي، في الاتش اس او 4 في الاتش 3 او. خلي بالك هنا كله السوليدز كله زي ما احنا قايلين كده، البي بي والبي بي او والبي بي اس او 4 والاتش 2 او ار سوليد اند ليكويد، وبالتالي السوليد لوك ما بيظهرش الكونسنتريشن بتاعه خالص. قلنا ليه؟ شرحناها قبل كده، لان المولاريتي بتاعته بتتحسب عن طريق الدنسيتي، والدنسيتي تقريبا ثابت، وبالتالي ما بيظهروش. ولما تيجي تحسب بقى تلاقي ان الكيو هنا 1 على اتش اس او 4 سكوير في الاتش 3 او سكوير اللي هو تركيز الاتش 2 اس او 4. احنا قلنا الالكتروليت اللي هنا سلفوريك اسيد تركيزه 4.5 مول اهو. يبقى نحسب التيار المر اللي جاي من الخليه 2.11% ايه فولت. هنيجي للنوع الثاني من الخلايا التجاريه اللي بنستخدمها في حياتنا كلها. احنا خدنا البطاريه الرصاص، نيجي بقى الحاجات الصغيره شويه اللي هي النيكل كادميوم اللي هي خليه النيكل والكادميوم. هنا الكادميوم هو الانود والنيكل هو الايه الكادميوم. الانود هو الكادمي، ادي التفاعلات بتاعت الخليه السي دي بلس 2 او اتش دي سي دي او اتش 2 زائد 2 الكترون. وبرده هنا يا جماعه ان السي دي حصل لها اوكسيديشن وتحولت للسي دي بلس بلس، سي دي بلس بلس ساعدت مع 2 او اتش تديني سي دي او اتش 2. والكاثود الان اي او 2 اتحول، خلي بالك من هنا ان اي او 2، يبقى تركيز التكافؤ النيكل هنا ايه؟ رباعي، تكافؤ النيكل هنا رباعي، لان الاكسجين ثنائي في 2 ب 4. ماشي؟ اتحول لـ NiOH2 اتحول الى ثنائي. يبقى النيكل هنا كان رباعي في الجانب اليسار الايسر الليفت هاند سايد، والرايت هاند سايد بقى ثنائي. يبقى حصل له ايه؟ حصل له ريدكشن. حصل له ايه؟ حصل له ريدكشن. الاوفرول رياكشن كادميوم بلس NiO2 بلس 2H2O تديني CDOH2 بلس ان اي او اتش 2. اللي يهمني هنا انت تعرف تفاعل الاكسده وتفاعل الاختزال. تفاعل الاكسده حصل للكادميوم، نتحول الكادميوم ايون اتحد مع الاو اتش ده سي دي او اتش 2. وتفاعل الاختزال الان اي هنا او النيكل هنا رباعي. ايه هي مميزات خليه الكادميوم النيكل؟ قال لك فاست اند سمبل تشارج، سريعه وسهله شحنها، جود جود بيرفورمانس يعني كفاءه عاليه جدا، سمولر اند لايتر صغيره وخفيفه، لونج لايف لان للباتري يعني فتره العمر بتاعتها او صلاحيتها كبيره. قال لك ان ايه الثاني باك ان سيل كونتينر، نقدر نعملها سيلينج ان انا اعزلها خالص عن بطاريه الايه؟ عن بطاريه الرصاص. دي مميزات بطاريه الكادميوم والنيكل. الحاجة الثالثة التطبيقات الكيمياء الكهربية اللي هي الفيول سيلز. الفيول سيلز بتيجي أهميتها منين؟ بتيجي أهميتها
ليه بنقول why fuels؟ ليه؟ قال لك limitation of fossil energy resources، يعني محدودية الوقود الحفري أو مصادر الطاقة الحفرية زي البترول زي الفحم زي الحاجات دي كلها. تاني حاجة increasing CO2 emission، يعني الوقود الحفري كله بيطلع ثاني أكسيد الكربون عالي جدا، لما ثاني أكسيد الكربون عالي جدا بيعمل عملية الاحتباس الحراري اللي هو global warming. وبعدين برضو زائد الترانسبورت بروبلمز اللي هي مشاكل النقل زي الفحم، الفحم ما اقدرش انقله مسافات طويله لانه لانه سوليد فما اقدرش انقله مسافات طويله. ولذلك البيسك انرجي كونفرجن اوف فيول سيل كان بيسكريب از ايه بقى؟ قال لك كيميكال انرجي فيول بحولها لايه؟ لالكتريكال انرجي وهيت انرجي. يبقى انا الطاقه الكيميائيه المختزنه في الوقود بقدر احولها الى طاقه كهربيه وطاقه ايه؟ وطاقه حراريه. لما اجي اشوف الدايجرام اللي قدامي ادي الفيول سيل داخلها ايه؟ داخلها الهيدروجين، داخلها ايه؟ الاكسجين. الاكسجين الهيدروجين في رابط كيميائي، الاكسجين في رابط كيميائي، الاثنين بيتحدوا هنا في الفول سيل بيحصل تفاعلات كيميائيه كيميكال تشينج يعني واخد منها تيار كهربي زي الفورتكس سيل بالظبط. هنا بتديني ايه؟ بتديني الكتريستي انرجي وهيت كباي برودكت والووتر كمان كباي برودكت. يبقى هنا بقلل الاميشن بتاع ثاني اكسيد ايه؟ ثاني اكسيد الكربون عشان عمليه الاحتباس الايه؟ الحراري. قال لك the input energy is that produced during the reactions as the electrode. طبعا الطاقة الداخلة للخلية بتاعتي هي اللي بتنتج عن طريق تفاعلات الكهرباء كيميائية. ده كان من حلقة الفيول سيل. لما نيجي نشوف الخلية، الخلية قدامنا هنا عبارة عن ايه؟ ان انا بدق الهيدروجين، بدق الهيدروجين عند الالكترود والاكسجين عند الالكترود الثاني، وبيحصل في ممبرين ما بينهم في الكتروليت، يعني في خامض هنا او اي. وطبعا مصدر ايونات الهيدروجين هو مصدر ايونات الهيدروجين هي الاحمر والالكترود ما بينهم. التفاعل اللي بيحصل عند الانود ان بيحصل اوكسيديشن للهيدروجين الى هيدروجين ايون بتفاعل الالكترونات. لو كانت بتكسر في سيل عن طريق الالكتريك كارنت هو تاخدها عند الشغلانه بتاعتي وترجع تاني عند الكاثود بياخدها الاكسجين ويحصل له ريدكشن ويديني نتيجه الباي برودكت بتاعه ايه؟ ميه. الاي نوت اوف السيل هنا 1.2 ايه؟ بار. دي الهيدروجين فيول سيل ودي بنسميها الطاقه ايه؟ الطاقه النظيفه. ان الباي برودكت بتاعه مهم بالنسبه لي. تديني ايه؟ بدون عمليه ايه؟ بدون عمليه احتراق. لما اجي اشوف الوركينج برنسبل للفيول سيل قال لك ان الفيول سيل دي ايه؟ اداه تستخدم هيدروجين او اي وقود بيحتوي على الهيدروجين والاكسجين لانتاج ايه؟ انتاج طاقه كهربائيه عن طريق استغلال الايه؟ الالكتروكيميكال بروسيس اللي هو العمليه الكهروكيميائيه. الفيول سيل بتتكون من ايه؟ الكتروليت ساندوتش بتوين ايه ده؟ يعني بحط الالكترون ما بين تو الكترود، تو ثين الكترود. بورس انود اند كاسود لازم يكون بورس عشان يسمح بنفاذيه الاكسجين والهيدروجين او ايون الهيدروجين اللي جاي من الالكترود بتاعي. الهيدروجين والهيدروجين ريتش فيول دي بايه؟ بيتم تغذيته فين؟ سويت تو ذا انود، عند الانود. ليه؟ لان بيحصل اوكسيديشن للفيول بتاعي. ماشي؟ في كاتاليست بيفصل ما بينهم ما بين ايونات الهيدروجين، الهيدروجين نيجاتيف تشارجد الكترون ما بين الهيدروجين والالكترونات من الايه؟ من البروتون. عند الكاسود الاكسجين بيتحد مع ايه؟ مع الالكترونات بيحصل له ريدكشن. مش كده؟ وبيدينا هيدروكسيد ايه؟ هيدروكسيد اي. الالكترونز فروم ذا انود سايد اوف سيل ترافل ثرو ان الكتريكال سيركت، يعني عن طريق السلك بره خالص ويعمل الشغلانه بتاعته ويرجع تاني. ذا امونت اوف باور جوز باي فيول سيل ديبندز اوف ايه بقى؟ ايه الفاكتورز اللي بتعتمد عليها الطاقه الكهربيه الناتجه من الفيول سيل؟ قال لك اول حاجه الفيول سيل تايب نوعها، السايز بتاعها، التمبريتشر توتش اوبريت اللي بتشتغل عندها، والبريشر اوف جازز. ماشي؟ يبقى دي الفاكتورز، يبقى ثلاثه فاكتورز السيل تايب والسيل سايز والتمبريتشر. ورابع فاكتور ايه؟ اللي هو البريشر، لان دي غازات، غاز الاكسجين وغاز ايه؟ وغاز الهيدروجين. التطبيق بقى الاخير للتفاعلات الكهروكيميائيه اللي بنقول عليها اللي هو الالكتروليسيز اللي هو التحليل الكهربي.
التحليل الكهربي بيحصل ايه بقى؟ ان انا بعمل ديكومبوزنج، ماشي، بعمل تحليل لمركبات كيميائيه، بعمل تحليل لمركبات الكيميائيه، اقدر حاجه اسمها الالكترو ديبوزيشن، ان انا اعمل ترسيب لبعض العناصر من املاحها. دي ايه بقى؟ هنا بيبقى التفاعلات دي بيبقى السيل بوتنشال بتاعها ايه؟ بالنيجاتيف. احنا قلنا السبونتينيتي اوف رياكشن لازم يكون الانوت ايه؟ بالموجب. لو هي بالسلب يبقى نون سبونتينيوس رياكشن. هنا بقى لو نون سبونتينيوس رياكشن بيستخدموا فيه التحليل الكهربي. المبدا ده بيستخدموا فيه عمليه التحليل ايه؟ التحليل الكهربي. التحليل الكهربي زي ما بعمل تحليل كهربي للميه احولها الى هيدروجين واكسجين، تحليل كهربي لاي معدن اخد منه الانين واخد منه ايه؟ الكاتاين. تعال نشوف الشكل اللي قدامنا، اللي على اليسار دي جالفانيك سيل، واللي على اليمين الالكتروليتيك سيل، اللي هي اللي على اليسار خليه فولتيه او خليه جلفانيه، واللي على اليمين خليه تحليل ايه؟ تحليل كهرباء. تعال نشوف كده، قال لك هنا الانود في خليه الفولتيه او الخليه الجلفانيه، الانود عباره عن كادميوم، كادميوم الكترود محطوط في ايه؟ في الكتروليت، تركيز واحد مولر من الكادميوم اين، واللي على اليمين الكاثود اللي هو النحاس موجود في محلول من ايونات النحاس تركيزه واحد مول، والسولت بريدج عشان احنا عرفنا اهميتها ان بتعمل بالانس ما بين الايونات الموجوده في المحلول في التو هاف سيلز، المحلول الموجود في التو هاف سيلز. وابص الاقي الفولتميتر بتاعي ارى قدام 74 من 100 فولت. ماشي، ارى ايه؟ 74 من 100 فولت. تعالى بقى نشوف ايه الالكتروليتيك سيل. الالكتروليتيك سيل بتكون ايه برضه؟ من كاثود. خلي بالك عكس بقى هنا، عكس هنا. ايه الفرق ما بين الخليه الجلفانيه والخليه التحليل الكهربي؟ الانود هو الانود والكاثود اهو كاثود، ولكن انعكس في الاشاره. انعكس ايه؟ الاشاره. ليه؟ لان دلوقتي الكاثود هنا اصبح اشارته سالبه والانود اشارته ايه؟ موجبه. في الخليه الجلفانيه الانود اشارته سالبه والكاثود اشارته موجبه. في الخليه التحليل الكهربي الانود اشارته موجبه والكاثود اشارته ايه؟ اشارته سالب. لما تيجي تشوف هنا، ده انا وصلت بمصدر تحليل كهربي، بمصدر تيار كهربي، بار سبلاي اهو، البار سبلاي متوصل بايه بقى؟ الالكترونات رايحه فين؟ هل الالكترونات بتيجي على الكاثود؟ ولا بتروح على الانود؟ الالكترون بتيجي على الكاثود اللي هو شحنه سالبه، اللي هو كادميوم ايون بتاخد اثنين الكترون تحول الى كادميوم سوليد. اهو قدام اتمز والنحاس اهو. ليه؟ لان انا اديت تيار كهربي خارجي، اديت تيار كهربي ايه؟ اديت تيار كهربي خارجي. لكن لما تيجي تحسب هنا القوه الدفع الكهربيه الخليه هنا، هلاقيها ايه؟ هلاقيها بسالب 74 مليون بالسالب، وبالتالي نون سبونتينيوس، لذلك انا بديها تيار كهربي ايه؟ بديها تيار كهربي خارجي. ادي الفرق ما بين الخليه الجلفانيه والخليه خليه التحليل الكهربي. الخليه الجلفانيه الانوت بتاعتها بالموجب، الخليه التحليل الكهربي الانوت بتاعتها بالسالب، وبالتالي بديها تيار كهربي خارجي. الانود هنا في الخليه الجلفانيه شحنته سالبه، الانود في الخليه التحليل الكهربي شحنته موجبه. الكاثود في الخليه الجلفانيه شحنته موجبه، الكاثود في خليه التحليل الكهربي شحنته ايه؟ شحنته سالبه. هاجي هنا برضو بفرق ما بين الفولتيك سيل والالكتروليتيك سيل. اهو من ناحيه الانوت، الانوت هنا اكبر من زيرو في الفولتيك، الانوت في الالكتروليتيك سيل اقل من زيرو، يبقى نون سبونتينيوس في الالكتروليتيك، سبونتينيوس في الفولتيك. تعال شوف الكي، الكي اكبر من واحد في الفولتيك سيل، اقل من واحد في الالكتروليتيك سيل. الدلتا جي نوت اقل من الزيرو، اقل من الزيرو في الفولتيك سيل يعني ايه؟ يعني بالسالب، يعني ايه؟ يعني سبونتينيوس. لكن في الالكتروليتيك سيل اكبر من الزيرو يعني بالموجب، يعني نون سبونتينيوس. التيبل اللي تحت برضو بيوضح لك اكتر ان في الفولتيك سيل الدلتا جي اقل من الزيرو، ماشي، الاي نوت اكبر من الزيرو، الانود بيحصل له عنده اوكسيديشن والكاثود بيحصل عنده ريدكشن. لكن في الالكتروليتيك سيل الاثنين الاخرى، الصفين الاخرى، ان الدلتا جي اكبر من زيرو يعني بالبوستيف، الاثنين الانوت اوف السيل اقل من الزيرو سبونتينس بالسالب، الانود بيحصل عنده اوكسيديشن والكاثود بيحصل عنده ايه؟ ريدكشن.
نفسهم، ولكن الشحنة تلاقيها هي الايه، هي المختلفة فقط. تعال نشوف الـ products of electrolysis depend on، يعني ايه نواتج عملية تحليل القرارات تعتمد عليه، تعتمد على حاجة. تيجي نشوف من كده the nature of material being electrolyzed، يعني طبيعة المواد، ماشي، طبيعة المواد اللي انا بعمل لها تحليل القرارات. products depend on the different oxidizing and diffusion species present in the cell and their standard potential، يعني بتعتمد على ايه هنا؟ بتعتمد على الستاندرد بوتنشال، الستاندرد ريديوسنج اوكسيدنج اند ريديوسنج سبيتشز، الستاندرد بوتنشال بتاع المواد اللي داخله. النوع الثاني ايه، او العامل الثاني ايه؟ ذا تايب اوف الكترودز بينج يوزد، يعني ايه نوع الالكترودات المستخدمه في الخليه الكهربائيه، ماشي. هل انت بتستخدم انرت الكترود ولا اكتف الكترود؟ الانرت الكترود يعني مش داخله في عمليه التفاعل الكيميائي خالص، مش داخله في التفاعل الكيميائي خالص، ولكن بتنتقل خلال الالكترونات فقط. لكن لو انت بتستخدم اكتف الكترود، ماشي، لو هي اكتف هنا ايه بقى اللي بيحصل؟ داخله في التفاعل الكيميائي. It does participate in the electrolysis. يبقى بتعتمد على نوع الالكترودز كمان، هل هي انرت الكترود اي لا تدخل في التفاعل الكيميائي خالص، ولا اكتف الكترود يبقى داخل في التفاعلات الكهربائيه. ونشوف دلوقتي الالكتروليسيس ديبندنج اون انرت اند اكتف الكترودز. هنيجي هنا نشوف الالكتروليتيك ريأكشن وذ انرت الكترودز. دي عمليه بنعملها يعني ايه انرت الكترود؟ احنا بنقول اهو دونت انتر انتو ذا كيميكال ريأكشن، يعني الالكترودات انرت يعني خامله، اي لا تدخل في التفاعلات الكيميائيه خالص. بيقول لك ان جاست سيرف از ايه؟ از سيرفيس اوبن ويتش الكترون ترانسفير، ولكنها مجرد ان هي سطح تنتقل من خلال الالكترون على الالكترون بس، زي ايه؟ زي الجرافايت الكترون. هنا كمثال لنا عمليه التحليل الكهربي المصهور كلوريد الصوديوم، ودي مطبقه في الصناعه. بنحصل على الكلور منها من عمليه التحليل الكهربي المصهور كلوريد الايه؟ الصوديوم. ان عندك الكلورايد اي بيحصل له اوكسيديشن، يعني يفقد الالكترون اللي حيلته ويتحول الى كلورين اخر عند الامين، وايون الصوديوم بيحصل له ريدكشن، يحصل له ريدكشن يعني يكتسب الكترون يتحول الى ذره صوديوم. وبالتالي التحليل الكهربي المصهور كلوريد الصوديوم طبق المعادله 2 ان اس ال تي دي 2 ان اي والسي ال 2، السي ال 2 حصل له اوكسيديشن يعني فقد الالكترون اللي هو الشحنه السالبه اللي عليه اهو، زي ما هنشوف تحت اهو، تحت اهو ادي 2 سي ال نيجاتيف بتديني سي ال 2 زائد 2 الكترون، والان ايه بتاخد الكترون تديني ان ايه اخد، ماشي. بنحلل الايه الى عصره الاوليه اللي هو الكلورين والصوديوم. هنا السيل بوتنشال هنا بالنيجاتيف، ده بيوضح ايه؟ بيوضح ان انا بعمل ديكومبوزيشن لكلوريد الايه؟ الصوديوم، ان هو نون سبونتينيوس غير تلقائي، ولذلك لازم له ايه؟ لازم تيار كهربي خارجي. لازم تيار كهربي خارجي. الانود قلنا بياخد الشحنه موجبه، والكاثود بياخد شحنه ايه؟ شحنه سالبه. طب خلي بالك من حته بقى، ان الجهد المطبق هنا في الخليه لازم يكون ايه بقى؟ دي نقطة مهمة، لازم يكون أكبر من جريتر ذان ذا نيجاتيف سيل بوتنشال ماست بي أكبر. يعني إيه؟ يعني افرض الخلية بتاعتي هنا الجهد بتاعها مثلا بماينس 7 من 10، لازم يكون أكبر من ماينس 7 من 10، لازم يبقى أكبر من الجهد السالب، ودي مهمة جدا، خصوصا مهمة جدا. البوست بوتنشال أوف ماجنتيود جريتر ذان ذا نيجاتيف سيل بوتنشال لازم يبقى أكبر من الجهد السالب للخلية بتاعتي، اللي انا قلت بناء عليه. انا اشوف النوع الثاني من خلال التحليل الكهربي اللي هي الالكتروليسيس وذ اكتف الكترود. الالكتروليسيس وذ اكتف الكترود هنا قلنا الالكترودات داخله في التفاعلات الايه؟ الكهروكيميائيه، داخله في التفاعلات الكيميائيه، ماشي؟ يعني بيحصل اوكسيديشن وبيحصل ريدكشن للماتيريال نفسها، للماتيريال نفسها. الانود هنا بيبقى عباره عن ايه بقى؟ الانود بيحصل له اوكسيديشن تو ايونيك فور، ماشي،
لو الريدكشن بوتنشال اوف ذا ميتال از ليس ذان ذات اوف ووتر. اه تمام. اصل انت عندك ايه؟ ده تحط الكترون في محلول مائي. طب انت عندك تفاعلين ممكن يحصلوا. يعني مثلا انا بعمل طلب النيكل. ادي النيكل اهو هو الايه؟ الانود بتاعي. البوزيتيف ايون، البوزيتيف الكترون. ادي النيكل. ادي الجهد القياسي بتاعه ايه؟ الريدكشن بوتنشال مايس 28 من فولت. طب الميه، خلي بالك الميه الاكسجين اهو بقى، لان هو بيحصل له ايه؟ اكسديشن. الاكسجين في الميه ولا بيحصل له اكسديشن؟ الاربعه اتش طلعت 4 اتش موجب زي ما هي. الاو هنا 2 او دبل نيجاتيف اتحولت الى او 2 وطلعت 4 الكترون. مين فيهم اللي هيحصل له اكسديشن؟ اللي هيحصل له اكسديشن ها قلنا لما يبقى عندي 2 ريدكشن بوتنشال قدامي يبقى الاقل هو اللي بيشتغل كانون، هو اللي هيحصل له اكسديشن. الاكبر لا. وبالتالي التفاعل هنا اللي يحصل هنا ايه؟ تفاعل اكسده النيكل. يبقى النيكل اتوم على الالكترود بتاع النيكل على الانون تحول الى نيكل ايون ويطلع لي الاثنين الكترون. تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف عند الكاثود. الكاثود عباره عن ايه؟ الكاثود اي حاجه ميتاليك كاثود. ماشي؟ ولكن تعالى شوف ايه التفاعلات اللي ممكن تحصل عند الكاثود. قال لك نيكل ايون تاخد 2 الكترون تديني النيكل اتوم، النيكل الاخر. سوليد اهي. والنطر ده بتاعها ناقص من 20. الاثنين اتش 2 او بلس 2 الكترون يديني اتش 2 زائد او. هنا مين اللي خد؟ خلي بالك فرق الجهد هنا. لو واحد يقول لي طب ما هنا ميه وهنا ميه، اقول لك لا، هنا حصل اوكسيديشن حصل هنا اوكسيديشن للاكسجين فوق، لكن هنا حصل ايه؟ ريدكشن لمين؟ للهيدروجين. هو اللي اكتسب 2 الكترون اداني اتش 2. هنا بقى مين اللي يشتغل؟ انهي تفاعل اللي يحصل؟ اللي يحدث؟ قال لك in this case the half reaction is the greater reduction potential is the reduction of a of nickel. طبعا دي السالب دي اكتر، ودي هي اللي هتحصل هنا. ماشي يا جماعه؟ لان ليه؟ فرق ده كاثود هيحصل عنده ايه؟ هيحصل عنده reduction. دي كاثود هو اللي هيحصل عنده ايه؟ هيحصل عنده reduction. ماشي؟ وبالتالي قال لك therefore as the cathode nickel will be reduced if we provide an external EMF that forces electron onto this electrode. Thus, a metallic cathode may be coated with solid metal in a process known as a electroplating. ولذلك هنا التفاعلات دي تحصل فين؟ انا هبص الاقي ان على الانود حصل اكسيديشن ليه؟ للنيكل، تحول الى نيكل ايون. النيكل ايون دي ترسبت فين؟ على حصل ريدكشن للنيكل اتوم، النيكل ايونز على الكاثود. وتحولت الى ايه؟ الى نيكل اتوم. وبالتالي اقدر استغل المبدا ده في عمليه الايه؟ الالكتروبليت. اللي هو الطلاء الايه؟ الكهربي، اللي انا شغلات كتيره جدا زي الخلاطات، زي السيارات، صناعه السيارات، زي صناعه الايه؟ الخلاطات المنزليه بتاع السباكه بتاع الميه. شغلات كتيره جدا بعملها كده بغرض ايه؟ الادوات المائيه كلها. تطلع بالفضه، تطلع بالذهب، الناس الاغنياء يعني تطلع بالذهب، تطلع بالنيكل، تطلع بالكروم، وهكذا. اقدر استخدم حاجات كتيره جدا في الالكتروبليت اللي هو الطلاء الايه. هاجي هنا عاوز بقى اطبق اساسيات الالكتروليسيز التحليل الكهربي في عمليه الطلاء الكهربي بقى، وازاي اعمل حساباتي ديبندنج اون الايه؟ الحسابات التيار الكهربي. انا طبعا خليه قدام خليه الكترون فلو منين؟ او كرنت سبلاي ماشي بيبدأ عند الكاثود وعند الانود وهكذا. القطاينز بتتحرك من الانود الى الكاثود، والانينز بتتحرك من الكاثود الى الانود. هنا قال لك اول حاجه الاموت اوف الكتريستي. يبقى اول في الجروب دايجرام اللي قدامك اول حاجه ايه؟ الاموت اوف الكتريستي اللي هو ايه؟ فاراداي كونستانت. احنا عارفين فاراداي كونو فاراداي. بحولها من فاراداي كونستانت اللي هو الاف بلس 90,050 كولوم، بحولها الى مولز اوف الكترونز الاستوكيومتري. والمولز اوف الكترونز من المعادلات الكيميائيه بحولها مول اوف برودكت. والمول اوف برودكت عن طريق المولر ماس والمولر فوليوم اقدر احولها الى ماس اور فوليوم اوف، اقدر احولها الى. نيجي نشوف التفصيله. هنا لما نيجي نشوف معادله زي اللي قدامي ام ان بوزيتيف زائد ان اي بتديني ده الريدكشن رياكشن.
النمبر اوف مولز اوف الكترون ايه؟ ان، اللي هي بتساوي ايه؟ هنا كام؟ ريكوايرد كويشن واحد مول، واحد مول. التشارج اللي هي الكورن بتساوي ايه؟ الكرن اللي هو كرنت انتنستي شده التيار بالامبير في التايم. امبير سكند. الكوين بتساوي امبير سكند. التشارج فاست 1 مول اوف الكترون كيلو انفرادي 96500 كيلو. يبقى نعرف اهم حاجه من المعادله دي ان الكولوم نمبر اوف كول او النمبر اوف كولومز بتساوي الامبير في السكند، امبير سكند. وال1 فاراداي بتديني الشحنه الموجوده ايه؟ 1 مول اوف الكترون 96500 ايه؟ كول. هنيجي هنا نشوف الهاف او ريدكشن هاف رياكشن. عندك مثلا ذره زي الصوديوم، ايون زي الصوديوم عايز ايه؟ 1 الكترون، 1 مول اوف الكترون عشان يتحول الى صوديوم اتوم. الكوبر ثنائي عايز 2 مول اوف الكترون. الالومنيوم ثلاثي عايز 3 مول اوف الكترون، وبالتالي 1 مول اوف الكترون يديني ايه بقى؟ برودكشن اوف ايه؟ 1 مول اوف صوديوم متر، هاف مول اوف كوبر متر، ثيرد مول اوف الومنيوم متر. ماشي تلت. ليه؟ لان ده عايز 3 مول. لما نيجي نشوف الكالسيوم، نشوف المثال الصغير اللي تحت ده بقى. يقول لك هاو ماتش كالسيوم ويل بي برودوسد ان ان الكتروليتيك سيل اوف مورتن كالسيوم كلورايد اف ا كرنت اوف 0.452 امبير از باس ثرو ذا سيل فور 1.5 اور. عايز كميه ايه؟ الكالسيوم اللي هتترص اللي هتنتج من خلال التحليل الكهربي ده. طبعا هنا تكتب ايه؟ هنكتب التو هاف سيلز او التو هاف رياكشنز. عندك سي اس ال 2 يبقى 2 سي ال سالب هيحصل لها اوكسيديشن. يديني سي ال 2 لان هو ده الاول السالب. والكالسيوم هيكتسب يديني يتحول الى ايه؟ كالسيوم اكتر. ده اللي هيحصل له ريدكشن. يبقى النمبر اوف مولز هنا كام؟ 2. النمبر اوف مولز هنا ايه؟ اوف الكترونز 2، ان ب 2. يبقى المول كالسيوم عباره عن ايه؟ هنحسب بقى تيار الكهرباء. الامبير كام اهو؟ امبير ايه؟ عشان اجيب الكولوم نمبر اوف كولومز الامبير سكند. يبقى 452000 كولوم بير سكند اللي هو شده التيار اهو كولوم بير سكند، اضربها في التايم 1.5 اور في 3600 سكند بير اور عشان السكند مع السكند. نيجي بعد كده هتحول ايه؟ احول كميه الكهرباء دي الى نمبر اوف مولز اوف الكترون اقسمها على 96500 كولوم. ماشي؟ طيب هنا الواحد مول، خلي بالك بقى الواحد مول كالسيوم محتاج كام مول اوف الكترونز؟ 2 على 2 يديني كده. تضربها في المولر ماس الكالسيوم هيديني جرام ايه؟ جرام كالسيوم. ماشي؟ يبقى انا بحول التيار الكهربي بتاعي الى نمبر اوف مولز اوف الكترونز. المعادله الكيميائيه اللي قدامي ان كل ايون كالسيوم واحد محتاج 2 مول، فانا بقسم كل واحد 2 وهكذا، بجيب النمبر اوف مولز اوف الكترونز. ومن السكمتريك ايكويشن اشوف النمبر اوف مولز اوف كالسيوم اللي يحصل لها ريدكشن، وبالتالي بقدر احسب النمبر اوف مولز اوف كالسيوم واضربها في المولر ماس اوف كالسيوم يديني ايه؟ الماس اوف كالسيوم. نيجي نشوف مثال ثاني بيقول لي ابلاين ذا ريليشن شيب امونج كرنت تايم اند امونت اوف سبستنس. هنطبق ال يقول لك التكنيشن از بليتنج فاوست ويز تكنيشن شغال في الالكترو بليتنج ب 86% جرام من الكروم from an electrolytic bath containing aqueous chromium sulfate if 12.5 minutes is allowed for the bleeding what current is needed. يعني عايز يعمل صله ل 86% جرام من الكروم في زمن قدره 12.5 minutes، يبقى عايز شده التيار قد ايه؟ خلي بالك بقى، شوف الفيجر ديجرام اللي على اليسار ده. ماسك فوق في كروميوم نيدي، عايز ماس وكروميوم نيدي، هو مديها لي اعطيها لي. لو انت قسمتها على المولر ماس تديني ايه؟ نمبر اوف مولز. ماشي؟ تديني نمبر اوف مولز، المول اوف كروميوم نيدي. طيب عايزين هنا بقى هتكتب التفاعلات. الكروم هنا ايه؟ كروميوم ثنائي ولا ثلاثي؟ هاجي اقول ثنائي ولا ثلاثي لازم اعرفها. الكروم انا مش عارف، انا عارف الصلفيت ان هي ثنائيه. طب انا عندي كام مجموعه صلفيت؟ عندي 3 في 2 بكام؟ ب 6.
ماشي، وانت عندك كروم 2 يبقى الكروم هنا ايه لازم 6، وهو كم ايون 2 يبقى ايه، يبقى 6 على 2 3، يبقى الكروم هنا ثلاثي، ثلاثي اهو. يبقى المعادله بجيبها منين؟ من الفورميولا نفسها بتحللها الى انين وكاتاين، والنمبر اوف بوزيتيف تشارجز على الكاتاين سو نمبر اوف نيجاتيف تشارجز على الانين. ادي الكروميوم هنا ثلاثي، جه منين ثلاثي تاني؟ بقولها تاني، لان السلفيت الاس او 4 ثنائيه، واخد كام مجموعه كبريتات؟ 3، 3 في 2 سالب بكام؟ ب 6، يبقى انا عندي 6 موجب على ايون الكروم. الكروم كم ايون كروم؟ 2، 6 على 2 يبقى ثلاثي، ده الكروميوم ثلاثي زائد 3 الكترون عشان الريدكشن رياكشن. يبقى كل واحد كروم محتاج كام مول؟ كل واحد مول اوف كروميوم ماشي محتاج كام مول من الالكترونز؟ محتاج 3، ولذلك هي 3 مول اوف الكترونز لكل مول اوف كروميوم. تمام كده؟ لو ضربت 3 في عدد المولات بتاع الكروم يديني النمبر المول اوف الكترون ترانسفير. المول اوف الكترون ترانسفير تضربها ب 96500 كولوم هيديك التشارج. لو انت قسمتها على التايم هيديك الايه؟ الكرنت انتنسيتي. تعال نشوف الحسابات. ادي 86% جرام من الكروم. الوزن الذري للكروم كام؟ 52. تمام كده؟ اهو قسمتها على 52 ادتني مول. ضربتها في 3 مول اوف الكترونز لان كل واحد مول كروم محتاج 3، ادتني النمبر اوف مولز اوف الكترونز. النمبر اوف مولز اوف الكترونز اضربها في 96500 اللي هي الفاراداي، ادتني النمبر اوف كولومز 4.8×10³ كولوم. دي التايم قد ايه؟ التايم 12.5 مينت، يبقى شده التيار قد ايه؟ 6.4 امبير، 6.4 كولوم بير سكند اللي هي 6.4 ايه؟ امبير. طبعا بتحول مينت الى سكند. تمام كده؟ فهمنا دي؟ طيب تعالى هنشوف السلايد اللي جايه مثال تاني او مثال. تعالى نشوف المثال التالت بتاعنا ده، بيقول لي ان وان بروسيس يوز فور الكتروبليتنج سيلفر، يعني بيعمل طلاب الايه؟ بالفضه. الكرنت اوف 10.23 امبير ووز باك ثرو ان الكتروليتيك سيل فور اكزاكتلي 1 اور، يعني ممر التيار الكهربي شديته 10.23 امبير لمده ساعه في الخليه بتاع الكهرباء. هاو ميني مولز اوف الكترونز باست ثرو ذا سيل، عايز نمبر اوف مولز اوف الكترونز اللي مرت خلال الخليه في الساعه دي. طيب ادي اول حاجه سهله، وات ماس اوف سيلفر ووز ديبوستد ات ذا كاثود فروم ذا سيلفر نيتريت سولوشن. عشان نحسب النمبر اوف مولز، عشان تحسب النمبر اوف مولز انت عندك شده التيار. طب شده التيار ايه؟ 10.23 امبير. اه ده هي امبير سكند، خلي بالك بقى امبير سكند ولا الامبير هو ايه؟ الامبير اللي هو كولوم سكند. ماشي تعالى بقى، يبقى ال n نمبر اوف مولز بتساوي ال q اللي هو التشارج 10.23 امبير اللي هو كولوم بير سكند في التايم، وتضربها في المينت في السكند، يبقى تديك ايه؟ يديك كولوم. الكولوم مقسمه على الفاراداي اللي هو 96500، تديك نمبر اوف مولز. يبقى اول حاجه بحسب التشارج. التشارج احسبها ازاي؟ التشارج احسبها ازاي؟ اللي هو شده التيار في الزمن، شده التيار في الزمن 10.23% الزمن ايه؟ ساعه، يبقى في 60 في 60 عشان سكند، لان شده التيار كولوم بير سكند. تمام كده؟ واقسمها، انا عارف ان الواحد مول اوف الكترونز، الواحد الوان مول اوف الكترونز ايه؟ في كام كولوم؟ لك 96500 كول، ده رقم فاراداي ده كونستنت، جبت النمبر اوف مولز. عايز هو الكوانتيتي بقى، وات ماس اوف سيلفر، هاجي اكتب الرياكشن، لازم اكتب ريدكشن رياكشن. يبقى ال1 مول اوف سيلفر محتاج 1 مول اوف الكترونز، ماشي؟ يبقى الواحد من ده والواحد من ده، وبالتالي يبقى طالما عندي نمبر اوف مولز اوف الكترونز 0.3817، يبقى النمبر اوف مولز اوف سيلفر هو هو 0.3817 مول، اضربها في المول ارماس اللي هو 108 و197 يديني ايه؟ يديني بالجرام بس، خلاص يديني 41.19 جرام سيلفر. تمام؟ في النهايه هنا بنحدد سمري دايجرام في الاستوكيومتري اوف الكتروليسيس.
اشوف هنا عمليه تبادليه، تقدر تحسب من الكرنت واقدر احسب من الماس اوف سبستنس. يبقى البلوك دايجرام اللي قدامك لو عندي ماس اوف سبستنس اوكسيدايز اور ريديوس بقسمها على المولر ماس يديني الاماونت بالمول. ماشي، الاماونت بالمول بطبقها فين؟ في البالانس ايكويشن اوف رياكشن، يديني نمبر اوف مولز اوف الكترونز، النمبر اوف مولز اوف الكترونز بقسمها على ايه؟ على ولا بضربها في الفاراداي، الفاراداي اللي هو 96500 كولوم هيديني التشارج بالكولوم. ماشي، اقسمها على التايم يديني الكرنت انتنسيتي. ماشي يا جماعه، دي بلوك دايجرام سهل جدا، ممكن تبدا بالكرنت انتنسيتي من تحت وتطلع لفوق، او ممكن بالماس وانت نازل ايه؟ وانت نازل لتحت. المهم هنا نعرف ان انت كمجمل العمليه انت لازم تحسب النمبر اوف مولز اوف الكترونز منين؟ من نمبر اوف مولز اوف سبستنس. منين؟ من البالانس ريكيشن او من ريدكشن هاف رياكشن، من ريدكشن هاف رياكشن. ماشي، وان شاء الله نكمل باذن الله بقيه الشابتر في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. نعيشنا خلينا عمر باذن الله. اي استفسار يا ريت ابعته على اللينك او اتصلوا بيا، مش مشكله في اي وقت ان شاء الله يعني، وربنا يوفقكم باذن الله.